السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتكم الوطنية في برنامج قبل لادن. اليوم رانا في شمانة في بلدية سيدي محمد، كاين إفطار جماعي، كونوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذي صح رمضانك. صح رمضانك. واش حوالك مع رمضان؟ احنا عندنا برنامج اللي تعرفوا انت اللي فيه هو 3 سنوات في قناة الوطنية، اللي هو برنامج قبل الأذان. نخرجوا ساعة قبل الأذان نحكم على المواطن الجزائري كيفاش هاد الحياة. الحمد لله. واليوم الصدفة تلاقيت بك. لقينا ايه. باش نعرفك الناس تغني عن تعريف. الله يحفظك. عبد الرزاق الجبيلي ما كانش اللي ما يعرفوش. قل لي انك متواجد في بلد سيدي محمد في شمانف. نعم. كان افطار جماعي، واش تقول على هذه المبادره؟ واش تقول لي على هاد الناس هاد الحي في رمضان؟ هي هذه المبادره بداتش من اليوم، عندها تقريبا سنوات من اللي فكروا يديروا هذه المبادره التي كانت تقام في بيت الله الحرام في مكه المكرمه. ما شاء الله. كان يعملوا افطار الصائم بعد صلاه المغرب مباشره، تاتي الموائد من جميع انحاء مكه والمدينه ويعملوا موائد الصائم، موائد الافطار. فالمبادره الجزائريه صراحه فاقت كل المبادرات الاخرى، حيث أن أي عابر سبيل أو أي صائم أو حتى الناس اللي ممكن في ديارهم ملوا وحبوا يغيروا بالضبط، يعني بعد المغرب بيجوا يفطروا في جو حميمي هكذا. الحمد لله يا رب. اجتماعي رائع، فيه أشياء جميلة يعني. ما شاء الله. نقدر نقول أنتم من المبادرة، نقول للناس واصلوا وكملوا. آه يعني انت تنصح الناس انهم اللي يقضوا ذات الاعمال غير يكملوا فيها؟ لا، رائع جدا. وخاصه انا سالت قلت شكون اللي عمل المبادره؟ قالوا لي هي بريزيدون تاع الاجبان. آه. والبنجو تاع يعني شركات جزائريه. شركات جزائريه قامت بهذه المبادره، بارك الله فيهم. مشاهدينا، مشاهدين تاع قناه الوطنيه. نعم. مشاهدي تاع قناة الوطنية اللي يشوفوا برنامجنا قبل الأذان، واش نقول لهم؟ قد ساعة ويأذن، واش نقول لهم؟ إن شاء الله نقول لهم إفطار إن شاء الله طيب، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، ورمضان كريم. ولم يبقى من رمضان، ها هو رمضان، يعني ضيف خفيف ظريف لطيف، يعني هكذا مر بسرعة بسرعة البرق. صح رمضانك، صح فطورك. السلام عليكم. صح رمضانك وصح فطورك حبيبي. رحيم، تعرفني ونعرفك. اكيد اكيد. ولازم نحكي معك. يا سهلا. اليوم رمضان في شمانف، كان افطار جماعي، الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا رب العالمين. واش تقولنا عليه؟ انا نقول لك حاجه، هذا هذه هذا هذا لم الشمل، لم الشمل الجزائريين، ويعني باش بالملخص هكذا، يعني الوطن والوطنيه. انا نحيي، شوف انا نحيي الوطنيه، قناه الوطنيه، يعني شوف سبحان الله العظيم جات في وقتها. لم الجزائريين خاوتنا، حنا في حنا والبراني برا، وانتو تري في فالاجيري، وتحيه كبيره للقناه الوطنيه. يعطيك الصحه. صح حبيبي. تحضركم. صح رمضانك. رمضان بالصحه والهنا. واش راكي سيدتي الفضيله؟ والله غير نعمه، نحمد الله. رانا اليوم ندور في شمانف، كان افطار جماعي سيدي محمد شمانف، مبادره جميله. انت راكي تمثلي الهلال الاحمر الجزائري. انا شفناك ما وش غالبك رمضان، راكي ناشطه، هادو قحطيتي لهم المغارف. واش تقولي على المبادره؟ واش تقولي لي على هذا النشاط تاع اليوم؟ والله الحمد لله، مبادره هايله. والله تلم الشمل والولم كما قالت على العائله. الله يربي. ورانا متناشطين. اللي كيبقى عشان درتوا هكا بريفينغ رينيون واش ندير هكذا كاع تو درنا كلش. درناه البارح، واش لازم واش ما لازمش، واش كيش دير، واش لازم تبريباري. ما نشمل اليوم حنا، رانا انا عارفه بصح ما دابينا لا يشوف ما على بالوش، لازم تقولي له. ميم في الافطار، انا من الاول رمضان وحنا نديرو في الافطار. شفتكم راكم لهنا في شمال، رانا لهنا في شمال، انا نطلع عليكم من البالكون. حمتي قولي للناس اللي يشوفوا فينا اللي مازال ما جاوش شمانف، مازال ما جاوش بلدية سيدي محمد، هي فيها بزاف اسامي. شمانف سيدي محمد اول ماي، صح. واش تقول لهم؟ مرحبا بكم، رانا في شمانف، رانا اون فاس لوبيتال مصطفى باشا. كيما الفوارة. كيما الفوارة، مرحبا بكم. صح زيد قولي لي، ما بقاش بزاف ويأذن، واش نقول للناس اللي مازال ما بقاش بزاف ويأذن زعما، واش نقول للناس اللي مازال ما فطروش؟
صحة رمضانكم وصحة رفطوركم ونتلاقاو إن شاء الله. ومرحبا بكم. مرحبا بكم عبر السبيل. شكرا تعيشي. صحة رمضانك. صحة رمضان. تخرج لنا منا الله يسلمك. مرحبا بكم. ايه هيا يونس هيا. يونس هيا عاون والله. خويا حمور انا في شامانف. نعم. انا صمنا واحد 20 يوم هكذاك. 20 يوم سوا سوا. قول لي رمضان في شامانف مع ولاد شامانف واش تقول لي عليه؟ لا لا الحمد لله الامبيونس فيها ريحه البنة تاع رمضان. الفرونه هي مات زمان شويه. تبدلت ما تبدلتش؟ تبدلت بارابور الزمان. صح باش نقولوا بصح مليحه. نقولوا محموره في الخضره وراه هنا في الفاكهه حبي يقولوا. هنايا توجور. صح الناس ماهوش كيما بكري يغلبوا رمضان يضربوا. 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 مين ذاك؟ شي حاجه. مين ذاك؟ كيما عندي مصطفى ما يتقلقش. ما يتقلقش طريب يا. كالم في رمضان. بصح موح. واحد غير بصح زيد قول لي اسمع فيا قول لي او غايب اليوم بصح قول لي حمد اسعار شتها قبل رمضان ولا في رمضان تبدلت ما تبدلتش واش تقول لي؟ ماشي حاجه ماشي حاجه ماشي حاجه واش كيفاش ماشي حاجه من ناحيه واش كيما زعما هنايا سيبيلات لا باس ماشي حاجه زادت واش بالك شويه خضره تطلع هذيك بطاطا شويه الفاكهه بانه طيب قول لي دراك نشوف انا راهي لاباس الحمد لله يعني انت حاجه اللي شامون في مليحه في رمضان مليحه حلوه صح لماذا ما جاش شامون شنو نقولوا له؟ ان شاء الله مرحبا بك ارواح وانا نستناوك صح وقريب ساعه يأذن شنو نقول الناس مازال ما صحه رمضانكم وصحه فطوركم قبل ما نجي لعندك كنت عند عمر عمر قلت له حموش قال لي قال لي صاحبي انت واش تقول عليه؟ عمر صاحبنا صاحبنا صحه فطورك خويا ميرسي تعيش